ندوزو للسؤال الثالث ديال دراسة تغيرات الدالة اف بريم، مفهوم الشباب؟ الدالة اف بريم يعني مي كتقول لك اف كتمشي دير الاشتقاق ديال اف وكتدرس كي دايره الاشارة ديال اف بريم ومنها كتجيب التغيرات ديال اف، مفهوم الشباب؟ ولكن هنا قال لك سيدي درس الرتابة او در او اعطيني او اعطيني التغير ديال اف بريم، يعني غادي نمشي نقلب على اف سكوند، مفهوم؟ يعني دابا هادي غتولي ليا اف بريم، غتولي ليا بحال واحد فونكسيون جديدة نعتبرها جي ولا المهم، وغادي نمشي ندرس ليها من جديد الرتابة ديالها، والرتابة منين غنجبدها ولا التغيرات غادي ندير ليها البريم يعني المشتقة ديالها. وكيف ما كنعرف بأن عندي هنا كنشوف هاد الفونكسيون هادي غناخدها ك واحد جي، ناخد جي كتساوي ليا جي دي اكس كتساوي ليا اللي هي اف بريم ديال اكس، مفهوم؟ ومجموعة التعريف ديال هادي هي كيلكو سوا اكس ينتمي الى موان زان ان باستثناء زيرو، مفهوم الشباب؟ يعني زيرو اللي جات ضرب هنا زيرو غيولي ليا شكل غير محدد، مفهوم؟ واحد اصلا واحد و موان زان غير معرفين، يعني الا عوضت ا هنايا غيعطيني زيرو يعني شكل غير محدد، عوضت موان زان غيعطيني شكل غير محدد، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ دونك واحد القضيه كنشوفها انا هنا بان كيكو سوا اكس ينتمي الى داكشي، المهم جي ديال موان اكس الا عوضت في لارك سينيس غيعطيني هو جذر لارك سينوس ديال راس سين مربع ديال ان موان ديال ناقص اكس وكاري زائد ناقص ديال ناقص اكس مربع على لا فالور ابسولي ديال ناقص اكس ديال جذر مربع ديال ان موان اكس كاري موان ديال اكس كاري، مفهوم؟ باش تعطيني هادي تعطيني نفسها، تعطيني هي لارك سينيس ديال جذر مربع ديال واحد ناقص اكس مربع اللي هي اكس، دونك صافي اكس ناقص اكس كاري تبقى لي هاد اكس اللي على برا اللي زائد ناقص اكس مربع اللي هي اكس مربع تبقى لي ناقص ناقص اكس مربع على لا فالور ابسولي ديال اكس تبقى هي هي، دونك جذر مربع ديال اش ديال ان موان موان اكس مربع اللي هي اكس مربع دونك كتساوي ليا جد اكس، مفهوم؟ دونك الدالة هادي راها زوجية، مفهوم؟ دابا درسنا الزوجية ديال الدالة، دونك جي راها دالة زوجية، دونك جي دالة زوجية، يعني يكفي أنني ندرس جي في المجال زيرو أن، يعني يكفي دراسة جي في المجال زيرو أن، مفهوم؟ يعني كيف ما كنعرفوا بان اذا كانت الداله الزوجيه يعني متماثله بالنسبه للمحور الافاصل المحور الاراتيب، يعني اذا كانت جي دايره بحال هكا يعني هكا غادي تكون في اليسار يعني في لابارتي بوزيتيف ولا في لابارتي نيجاتيف، هذا كمثال، مفهوم؟ يعني ملي غادي نجي ندرسها في المجال 0 1 يعني غادي نشوف هاد لا فونكسيون هادي هاد لابارتي هادي حيت خديت اكس حيت عندي هنا ثلاثه ديال الحالات باش ندرس الاشتقاق باش ندرس التغيرات ديال هاد الداله هادي يعني نمشي ندرس الاشتقاق ديالها، مفهوم الشباب؟ دونك اش غيتساوي ليا يعني جد اكس غادي تساوي ليا لارك سينوس ديال اش ديال جذر مربع ديال واحد ناقص اكس مربع ناقص اكس مربع على راسين ديال ان موان اكس مربع، هنا غنشوف بانها كتساوي لنا اكس ناقص اكس، مفهوم الشباب؟ نجي نحسب الجي بريم، الجي بريم راه هي اف سكوند، مفهوم الشباب؟ جي بريم اش كتساوي ليا؟ مجموعة ديال جوج الدوال، الدالة الأولى المشتقة ديالها اللي هي المشتقة ديال الكسينيس، الكسينيس شفنا الاشتقاق ديال الدالة هذه اش كتساوي ليا؟ هي واحد ممكن ندير المشتقة ديال الدخلانية المشتقة ديال اللي لداخل شنو هي؟ هي ان دومي دوز اكس موان دوز اكس سيغ
racine de 1 moins x carré fois l'arc sinus. L'arc sinus que tu sais, il y a un peu là, j'adore mon père, il y a 1 moins x carré. X carré, il y a 1 moins x carré. J'adore mon père aussi, il y a la valeur absolue, il y a 1 moins x mon père. وكان عارف المجال اللي خدامي حنا في المجال كي كو سوا اكس ينتمي الى المجال 0 1 يعني لا بارتي بوزيتيف يعني يمكن لي نحيد لا فالور ابسولي هنا يعني فهم الشباب دونك هي لا بارتي الاولى درتي على الاشتقاق نمشي لا بارتي الثانيه ناقص داله على داله اف على جي شنو كندير جي كاينه لتحت ليا ندير لها او كاري جذر مربع اسي 2 غيولي هي لا فالور ابسولي ديال 1 موان اكس كاري و 1 موان اكس كاري راه هي راه بوزيتيف ديجا مونطرينا مفهوم دونك تحت او كاري اكس بريم مضروبه في الراس يعني اكس بريم هي واحد يعني جذر مربع ديال ا غتبقى لي جذر مربع ديال ا موا اكس كاري ناقص اكس فوا هادي بريم يعني اكس كيف ما شفنا من قبل هادي بريم اش كتساوي لها اللي هي هادي هي 2 سور 2 صافي اكس موا اكس دونك موا اكس اكس فوا اكس هي اكس كاري سور le racine de 1 moins x carré. Vous me savez. Donc, il peut y avoir un peu on se dit que le texte, on se dit que je vais vous donner un peu de temps. Donc, il y a 1, 2, il y a 2, il y a moins x fois 1, ça fait moins x. Racine de 1 moins x carré fois racine de 1 moins 1, c'est 0. Moins x, le racine de moins x carré. Faut me chabab. Donc, moins. On va faire ou on va faire le maqam. On va faire le maqam de 1 moins x carré. Fois 1 moins x morba. Vom. On va faire le maqam de 1 moins x morba. Il y a la valeur absolue. La valeur absolue de 1 moins x morba, la valeur absolue de 1 moins x morba, ناقص ناقص اللي هي زائد زائد x مربع مفهوم الشباب دونك هنا راه عندي واحد الناقص هنا راه خاطئة يعني زائد دونك راه موان موان زان موان غادخل على الموان تولي بلوس صافي بلوس دونك سي موان x سور la valeur absolue ديال x كاري سي la valeur absolue ديال x و x عندي راه بوزيتيف يعني يمكن لي نختزل به فوا الراسين ديال 1 موان اكس كاري مفهوم ناقص 1 موان اكس كاري بلس اكس كاري سي 1 موان اكس كاري بلس اكس كاري صافي 0 دونك غيبقى ليا هادي دونك هي 1 موان اكس كاري فوا لو راسين ديال 1 موان اكس كاري يمكن لي ندخلها هنا وندير لها على بيسونس 3 في الداخل ما عيناش مفهوم الشباب دونك يمكن لي دابا نوحد المقام مقام موحد لي شنو هو اللي هو ان موان اكس كاري فوا لو راسين ديال ان موان اكس كاري نضرب هنا في اكس موان في ان موان اكس كاري في هاد لابارتي هادي يعني هي ان فوا ان موان اكس كاري موان زان مفهوم الشباب دونك هنا راه تختزل ليا اكس مع اكس راه بقى لي غير موان زان موان زان ضربتو في هاد لابارتي يبقى لي عندي هنايا لي زايدة مفهوم دونك شيبقى ليا je vais vous lire un diachi donc c'est 1 moins x carré fois 1 moins x carré donc moins 1 c'est moins 2 donc moins 2 moins x carré alors on dit واحد ناقص نعاود ثاني عندي خطأ il y aura plus x carré مفهوم كيفاش ناقص ناقص واحد مع ناقص تولي زائد مفهوم donc ça fait que نعمل بالناقص على برا اتولي هي هي 2 موان اكس كاري عامل لي 1 موان اكس كاري فوا لو راسين دو 1 موان اكس كاري مفهوم الشباب دونك هادي هي جي بريم ديال اكس باش نعرف دابا انا الإشارة ديال جي بريم يكفي اني نعرف الإشارة ديال جوج ناقص اكس كاري في المجال اكس ينتمي الى المجال 0 1 مفهوم الشباب يعني عندي x ينتمي الى 0 1 يعني x inférieur strictement à 1 bon x inférieur à 1 ce qui implique
un x carré inférieur ou égal à b, ou bien inférieur strictement, x inférieur strictement à 1, ça va être le hal, implique que moins x carré supérieur strictement à moins 1, supérieur que un z ou un z 2, les deux côtés, ça fait 2 moins x carré supérieur strictement à 1, donc ce qui est supérieur à strictement à 0. Donc, ma'had le moins là, il y a la barra. Donc, à la partie de Fouqania, positif. Ma'had le moins là, donc négatif. Et Asana, positif. Il faut me chercher. La caméra a de la partie là, positif. Vérifions. Donc, on dit x carré inférieur à 1, moins x inférieur à. Bon, moins x carré supérieur à moins 1. Donc, on dit de Wahdanaya, yani x carré 1 moins x carré supérieur à 0. À la partie elle est positive. À la partie elle est la positive. Donc de la partie dernière elle est positive. Donc ishara dire g prime il y a 2 moins x carré. Ou qui fait mentionner 2 moins x carré strictement positif. Mais de moins donc ce qui implique que g carré inférieur strictement à 0. Donc g prime dire x est négatif. Yani g ra tanaqusiya. Donc g prime il y a f seconde g prime de x qu'est-ce que il y a f seconde de x ce qui implique un f prime tanaqusiya décroissante. Donc de ce sujet les tableaux.